معالي الوزير، دعني أبدأ بك. هل لك أن تعطينا نظرتك عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ أرجو الإيجاز حتى نركز على السعودية. شكرا جزيلا. شكرا لك نادين، وأشكر منتدى دافوس الاقتصادي. سعيد أن أعود للاجتماع الحضوري بعد سنتين. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتقاسم الكثير من السمات، وهي في الواقع منطقة متنوعة كثيرا، وبالتالي ما يمكن أن يسود في بلد قد لا يكون الأمر كذلك في بلد آخر، ويجب توخي الحذر حتى لا يتم التعامل مع منطقة مينا كمجموعة واحدة. ولكن ثمة الكثير من المزايا وكذلك التحديات. التوقعات الاقتصادية بشكل عام إيجابية، وأعتقد أن التوقعات على المدى المتوسط فيما يخص النمو إيجابي، وهو يتجاوز 4%. لكن هناك تحديات، وهذه التحديات باختصار هي تلك التي يواجهها العالم أيضا، وهناك التحديات أكبر في بعض المجالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عدم الأمن في مجال الطاقة، ثم التعافي بعد كوفيد، ومشكلات وتحديات سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والأمن الغذائي، وهذا تعزز أكثر بسبب الأوضاع الجيوسياسية. وفي هذا المجال دعونا نتذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مستورد كبير للقمح، ولو نظرنا إلى بعض الأرقام الأساسية، نحن نمثل حوالي 6% من سكان العالم، والبنك الدولي يقول إن 20% من المجاعة المحتملة أو ربما الوضع الغذائي، أي 20% سيكون مركزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بعض البلدان في هذه المنطقة تستورد حوالي 90% من حبوبها مقارنة ببلدان أخرى، ولكن هناك إشارات إيجابية. فهناك شباب أو نسبتهم عالية في هذه المنطقة، وبالتالي يجب أن ننظر المنطقة في هذا السياق. هل لك أن تحدثنا عن توقعات أو التوقعات الاقتصادية والنمو المتوقع في السعودية وأسعار النفط بمستوى $100؟ سهل الأمر. الواقع الأمر أكثر صعوبة من مناظر مختلفة. التوقعات هي حوالي 7.4% من حيث النمو. بالنسبة للنفط فهو يمثل 19%، لأننا ننتج. الأمر لا صلة له بالأسعار، وإنما الأمر يتعلق بالإنتاج. هذا الإنتاج سوف يشهد زيادة، والناتج المحلي الإجمالي سوف يكون بحدود 19%. في قطاع النفط وفي القطاعات الأخرى سيكون بحدود 6%. إذن الوضع صحي للغاية، وثقة عالية وقوية، والإمكانات عالية. معالي السيد الخليفة، البحرين بلد آخر يستفيد من ارتفاع الأسعار للمساعدة في الميزانية العامة. هل لك أن تحدثنا عن نظرتك بشأن البحرين؟ شكرا جزيلا لك نادين. أنا سعيد أن أتواجد في هذه الجلسة، ونعود إلى دافوس بعد غياب. إن أسعار النفط العالية تتميز بأنها تخفض من احتياجات التمويل، ونرى نمو اقتصادي قوي بعد جائحة كوفيد. وهذا النمو القوي بنهاية عام 2021 تواصل وتزايد في عام 2022. نرى إذن نمو اقتصادي في كافة القطاعات. لدينا اقتصاد متنوع جدا في مملكة البحرين. في الفصل الرابع من العام الماضي شاهدنا حوالي 81% من القطاعات غير النفطية، وهذا ينطبق عليها النمو، وهذا ساعدنا كثيرا. العام الماضي أطلقنا أيضا خطة التعافي الاقتصادي في المملكة، حيث وضحنا فيها
من خلال 5 ركائز ما سنقوم به: أولا لخلق الوظائف، ثانيا لتبسيط إجراءات الاستثمار، وثالثا تسريع المشاريع الاستراتيجية، ورابعا التركيز على القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، وخامسا تحقيق التوازن في الميزانية العامة. تم أطلق هذا المشروع في عام 2015، وتأثير أسعار النفط وانخفاض النشاط الاقتصادي كان يعني أن هذه الأرقام يجب أن تراجع، ويجب أيضا إعادة النظر في توقعات التوازن في الميزانية، وهذا ما نسعى إليه بحلول عام 2024 بسعر 64 دولار للبرميل. نأمل أن نمضي في هذا الاتجاه. نركز كثيرا على رقم 60 دولار لأن هذا هو أساس خططنا، وقد أظهرنا انضباطا كبيرا في هذا المجال. الآن أسعار النفط مرتفعة، ما هي التوقعات بالنسبة للعجز في الميزانية في عام 2022؟ في عام 2022 أسعار النفط المرتفعة سوف تخفض هذا العجز لأن الأسعار أعلى مما كان متوقعا، وبالتالي فإن العجز المتوقع لعام 2022 في خطتنا على القائم على 60 دولار للبرميل، ونحن كنا نخطط ل 50 دولار، والآن نحن وصلنا إلى أسعار بثلاثة أرقام، وهذا أدى إلى انخفاض كبير في العجز في النصف الأول، ونأمل تحقيق أهدافنا قبل نهاية السنة. الآن ننتقل إلى القطاع الخاص. السيد العريدي، ما رأيك بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط والوضع في أوكرانيا وزيادة أسعار الفائدة؟ بناء على ما قاله معالي الوزيران، فالجميع ينظر إلى منطقة الخليج الآن، وكذلك جزء كبير من منطقة الشرق الأوسط باعتبارها في أفضل السيناريوهات، لا سيما فيما يخص التقدم. فإذا استطاع الإنسان أن يرفع الأسعار ويزيد من الحجم ولا يرفع الأسعار، فهذه هي الجنة بالنسبة للجميع، وهذا هو الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الآن. وكما قيل من قبل، لا أعتقد أن العامل لا يقتصر على أسعار النفط، فهذه الرؤى القوية والإصلاحات الكبيرة التي تمت باعتقادي هيئت منطقة الخليج للنمو الذي كان سائدا قبل الكوفيد. نحن متفائلون جدا، كما أننا ننفق الأموال في الخليج، وهي قصة نجاح كبيرة. هذه هي منطقة الخليج. ماذا عن المنطقة الأكبر؟ نحن في إنفست كورب نركز بالأساس على منطقة الخليج، ولكن من الواضح كما قال معالي، فثمة مجالات وبعض البلدان مثل مصر وغيرها هي بلدان تواجه مشاكل فيما يتعلق بصدمة في السلع. السيد بيجاني، تنشطون في الكثير من البلدان بما فيها البلدان المستوردة للنفط. ما الذي يؤرقكم لين كل شيء؟ نحن لن نستطيع أن ننام في الليل. نحن نرى أن هذه المنطقة، وكما تفضل المعالي محمد جدعان، إن الفرصة الكبرى التي خسرناها هي أن المنطقة الشرق الأوسط ليست منطقة إلا إذا أصبح الأمر كذلك، واستطعنا أن نصل إلى ما نصب إليه. نحن سنطلق غدا تقرير ماجد الفوتين بشأن الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وهذا التقرير يشير إلى أن المنطقة تنتج بشكل عام نصف الناتج المحلي العالم إجمالي العالمي، ونحن في منطقة الخليج ننتج نصف ما ينتجه الإنسان المتوسط في العالم، وهذه قصة رائعة بشأن ما لم نحققها، ولكن ذلك لا يقوض أهمية الإصلاحات التي تحدث في الوقت الراهن، سواء كان ذلك في المملكة العربية السعودية أو الإمارات. اليوم لدينا محركان أساسيان للنمو الاقتصادي، هما بالأساس في أفضل حالتهما بفضل الإصلاحات التي تمت، وكذلك بفضل الرؤية المستقبلية، وبالأساس الوضع السياسي أو أساسيات الوضع الجيوسياسي، ولا سيما أسعار النفط، البحرين وقطر وغيرهما تستفيد، وكذلك عمان. إذن هناك عامل النفط بالتأكيد
الذي يتيح المجال من المجال من العوامل. ولكن هذا يعود أيضا لحقيقة أنه عندما ننظر إلى السنتين الماضيتين اللتين تميزتا بإدارة الأزمة من منظور النقدي، نرى أن سنرى نشهد تضخم أقل في المنطقة التي تستورد حوالي 80% من احتياجاتها الغذائية، أعتذر 85%. نحن مستوردون كبار للغذاء، ولكن التضخم لدينا متدني بفضل ما تقوم به البنوك المركزية لتنظيم الوضع الاقتصادي، وهذا يعكس كيف تمت إدارة هاتين السنتين الماضيتين في هذه المنطقة. هذه المنطقة ليست خالية من التحديات، ومصر دليل على ذلك. قبل عام أو عامين كانت قصة نجاح، الوضع كان متقلبا لما يحدث في العالم. نعم هذا صحيح، فالأمر أو أعتقد أن ما يحدث في العالم الآن كان محركا إضافيا، ولكن هذا ليس السبب الأساسي. أعتقد ثمة الكثير من الإصلاحات التي يجب القيام بها، وهذا ما يحدث في مصر. وأعتقد أننا نرى اليوم ما يبعث على التفاؤل، وهو الالتزامات من المنتجين السعوديين، لا سيما السعودية والإمارات، للاستثمار كثيرا في القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد خارج الدعم النقدي الذي هناك حاجة له. وأعتقد كل ذلك يجعلنا في موضع إيجابي للغاية، ولكن أعتقد نحن ندين لهذه المنطقة ولحوالي 600 مليون شخص من شمال أفريقيا وصولا إلى باكستان للعمل يدا بيد لدفع هذه المنطقة لتحقيق كياناتها الاقتصادية. معالي الجدعان، لست أدري إذا كنت قد أشرت للتضخم، هل لك أن تحدثنا عن التضخم في السعودية لعام 2022؟ لن أسأل عن الفائض، لأن الجميع يتساءل عن إنفاق هذا الفائض. في الربع الأول الفائض كان بحدود 15 مليار دولار، ولو استمرت سعر النفط بهذا المستوى سيكون هناك فائض ب 55 مليار دولار. كيف ستنفقونه؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال نادين، أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن أشير لإنهاء النقاش حول النقطة الأولى. أرى أنه أمر حاسم جدا بالنسبة للمنظمات الدولية وكذلك مؤسسات التعاون الثلاثية بما فيها البنك الدولي أن تنظر إلى هذه المنطقة بسرعة وبحذر. أعتقد ثمة بلدان بحاجة للدعم، ونحن نعمل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأود أن أغتنم هذه الفرصة وهذا المنتدى لدعوة الجميع لأخذ هذا الأمر على محمل الجد بسرعة كبيرة. بالعودة إلى سؤالك، التضخم في السعودية في الربع الأول كان بحدود 1.6%، ونتوقع التضخم بنهاية العام أن يكون بحدود 2.1 إلى 2.3. وفيما يتعلق بالفائض في الميزانية وبفضل الإصلاحات التي قمنا بها، والناس ينظرون إلى أسعار النفط فقد يعتقدون أن ما يحدث الآن هو نتيجة لهذه الأسعار المرتفعة. نحن كان لدينا أسعار تجاوزت هذا المستوى في السعودية. الأمر يتعلق باستخدام هذه الإيرادات وكيف يمكن القيام بالإصلاحات للتعامل مع الفائض. نحن بالتأكيد نفصل الاقتصاد عن أسعار النفط. هذه التقلبات في الإيرادات النفطية لا تؤثر على إدارتنا للمالية العامة. وعندما يتجسد الفائض بنهاية هذا العام، لأن الأمر ليس فصليا، ميزانيتنا سنوية، عندئذ سوف ننظر إلى المخصصات على أساس الرؤية 2030 التي أوضحت إنفاق أموال الميزانية العامة، ولدينا برنامج ميزانية عامة تحدد توجيه هذه المخصصات في بين الودائع وغيرها. هذا هو سؤالي. الرؤية تركز على تنويع الاقتصاد عبر آلية الـPIF، هذا أحد
الأدوات أو إحدى الأدوات. هل ثم خطة لتحويل بعض الأموال إلى PIF؟ ليس هناك أي أموال مخصصة لذلك. فالسؤال سوف يطرح في الربع الأول من العام المقبل عندما نحصل على الفائض في هذا العام ولننظر في المخصصات وسنرى ما هي المجالات التي سوف تحدث تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد. لدينا الأندية التي تدعم استثمارات القطاع الخاص ومساهمة القطاع الخاص في الرؤية 2030. نريد أن نحرص على تقديم أموال كافية لهم. لدينا فرص للاستثمار مع PIF الذين الآن يبرمون صفقات جيدة في المجال الاستثماري وأدائهم جيد داخل السعودية وخارجها. ثم عليك أيضا أن تنظر إلى الاحتياطي المتوفر لديك. هل هناك على أي هل احتمال وقوع صدمات على المدى المتوسط ليكون لديك بعض آليات الصد؟ ما عليك أسعار النفط مرتفعة وهناك توقعات بين الناس بشأن مقاربة أكثر مرونة تجاه التقشف. هذه السياسة كانت مطبقة مؤخرا. كيف ستؤثرون أثر التضخم على المواطنين السعوديين دون ربما جعل البرنامج أكثر مرونة؟ أعتقد أن الأساس هنا هو الحرص على وجود شبكة اجتماعية تراعي أكثر الناس عرضة للهشاشة، أن يكون هناك دعم يقدم للجميع، وهذا بطرق كثيرة سوف يصل إلى أكثر الأغنياء لهم منازل كبرى وسيارات أكثر قوة وهم يحتاجون استخدام طاقة أكبر. عليك توجيه الدعم لهم من هم بحاجة له، وهناك برنامج مصمم للقيام بذلك تحديدا. ونحن لدينا رؤية واضحة بشأن مواصلة الإصلاحات لدينا، ولقد بدأنا التعامل مع التضخم في وقت مبكر. تتذكرين أنه بنهاية العام الماضي قمنا بتجميد أسعار الوقود بالنسبة للاقتصاد والأسر المعيشية بمستوى $70 حتى ليكون هناك أثر على الأسر، وهذا ما أثر على التضخم. فإذا تركت أسعار الطاقة ترتفع بالمستويات الراهنة فكانت التضخم سيكون أعلى بكثير، وهذا هو السبب الذي جعل التضخم متدنيا لأننا وضعنا سقفا لأسعار الطاقة. معالي الشيخ الخليفة، البحرين كان لديها برنامج إصلاحاتها الخاصة وفي عام 2018 وتم تعديله في عام 2021. كيف تتعاملون بين الحفاظ على النمو والتعامل مع التضخم؟ أبدأ بالقول أنه يجب دائما السعي لتحقيق النمو، لأن النمو المستدام هو ما ينبغي علينا أن نسعى إلى تحقيقه. بالنسبة للضغوط التضخمية يجب إدارتها، ولكن لا يجب أن نتنازل بشأن تحقيق نمو مستدام بأي وقت كان. أي جهود تاريخية للقيام بذلك وإبطاء النمو عمدا فالنتائج معروفة وهي موجودة في كتب التاريخ. بالنسبة لبرنامجنا ومعالي الجدعان أشار لذلك من قبل، دعونا لا نقلل من العمل الذي أنجز لزيادة الإيرادات غير النفطية. واليوم الزيادة في أسعار النفط ربما غطى على حجم الجهد والنتائج التي تحققت بفضل هذه الزيادة. أستطيع أن أتحدث عن الأرقام في البحرين. في عام 2022 كان يمكن أن نصل إلى مضاعفة الإيرادات غير النفطية 3 مرات بنهاية هذا العام. الزيادة في أسعار النفط ربما تغطي حجم العمل المحقق، والأهم من ذلك وهذه نقطة مهمة للغاية لم يتم التطرق إليها في عمليات الإصلاح في السابق، ونرى ذلك في التفكير في السعودية وما نقوم به في البحرين، وهي الصلة بين الوضع المالي للنمو والاقتصادي. هذا الأمر تم تغاضي عليه في دورات اقتصادية كثيرة. عندما ننظر إلى الإيرادات في الميزانية ننظر في ما هي العناصر التي يجب ربطها بالنمو الاقتصادي، ولو نظرنا إلى بنود الإنفاق فلا يجب ربطها إيجابا إلى النمو الاقتصادي.
لذلك نحن لا نقوم بتنفيذ برنامج تقشف، وهذا ما ينطبق على البحرين، إنه برنامج تعديل، وهذا يسمح بتعديل ميزان الإيرادات والنفقات بينما نحافظ على مسار النمو الاقتصادي.